يقيم الزمن الجميل المعبق بأصالة النظم والكلمة والصدق في الإحساس المتناغم مع سحر الأداء وعطر الصوت. هي صاحبة خي أشتاني توحشك بزاف يا ربي يا سامع الدعاء، والرائعة الرائعة مغيارة نجمة هذا المساء في أرض الإبداع والعطاء، نجمة تغار منها كل نجمات السماء، نجمة تضيء عوالم الأغنية المغربية، ساكنة أيت بعمران، ساكنة سيدي إفني. رحبوا معي بفاتنة سيدي إفني هذا المساء، الفنانة الكبيرة الطيفة المغربية لطيفة رأفت. Oh,
عايشتي اه يا بلادي عايشتي يا بلادي عايشتي عايشتي يا بلادي غالية يا حبي الكبير وعايشتي عايشتي يا بلادي عايشتي يا بلادي عايشتي يا بلادي عايشتي يا أم كريمة فيضة بالجود وبالخير سعيدة جدا وجودي في مدينة جميلة عندي ذكريات معها 91-92 جيت لسيدي إفني لكن اللي شفتو هاد المرة غير اللي شفتو شحال هادي تبارك الله عليكم أول شيء عجبني فيكم أنكم حافظين على النظافة وهذا شيء قليل تبارك الله على ولاد أيت بابا عمران شكرا للاستضافة ديالكم شكرا لعمالة سيدي إفني على هاد الاستضافة وأنا فرحة جدا أنني نبدأ حفلة الصيف سيدي إفني